فيما يتعلق الآن بالمطلوب لخروج من الأزمة التونسية، في ظل حتى تصريحات المنظمة الشغيلة في آخر مرة تقر بالأزمة وعلينا بالوحدة، شنو الخلاص الضروري الآن بعيدا عن العنطريات ربما الشعاراتية سواء من السلطة وإلا من المعارضة؟ الآن حبس الزنقة بالخانة كما يقولوا فيه. هو طبعا الحل بيد السلطة مبدئيا، إذا كان السلطة تعود إلى العقل وتعود إلى الجدية في التعامل مع المسائل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أيضا، يعني كيف تريد لمنظومة حكم إقصائية على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى السياسي أن تكون أن تضمن الاستدامة؟ هذا لا يجوز. ولكن أنا لا أعتقد حقيقة أن هذه السلطة ستراجع نفسها، لأنها سلطة تقوم على المواصلة وتعتقد أن أي خطوة إلى الوراء تعني ربما نهايتها وسقوط كل الأسس التي أقامت فرديتها عليها. أظن أن هذا من ناحية السلطة لا أتأمل شيئا كثيرا الحقيقة، رغم أنه الطريق واضح، الطريق نعم. واضح، ولكن لن يسلكوه، سيسلكون دائما الطريق الخطأ وسيواصلون في الطريق الخطأ. هذا بالنسبة للسلطة. بالنسبة للمعارضة مع الأسف أيضا الأمل أصبح ضعيف جدا بحكم مرة أخرى الانقسامات غير المفهومة، يعني هؤلاء لا يفهمون الفرق بين الصراع السياسي ولا المنافسة السياسية في ظل الديمقراطية من ناحية ومقاومة الحكم الفردي من ناحية أخرى. ليس ثمة أي علاقة بين الحالتين، في حالة التعددية الديمقراطية حتى لما تكون في حالة انتقالية الصراع عنده معايير وعنده قواعده، ولكن في حالة مقاومة الحكم الفردي أنهم ما زالت المعارضة مفككة، ما زال كل واحد يريد أن يشتغل لوحده، ما زال ما تماش توحيد للصف من أجل المطالبة بإنهاء هذه الحالة الغريبة من الحكم الفردي. الحقيقة لا أعلم إلى أي مدى ستتواصل هذه الوضعية. المشكلة أنها طالت كثيراً، ويبدو أنه أصبح حتى الحد الأدنى، يعني توحيد صف المعارضة أصبح مطلبا نحلم به دون أن ندركه. للأسف الشديد والأكثر يعني المشكل هو أنه قيادات هذه المعارضة الآن في السجون ولم يأمنها حتى يواجه في السجون. قال أنه الفكرة أفكار أنه يوزع فيهم في السجون، هو لم يأمنها لا خارج السجون ولا حتى داخل السجون تجتمع. شكرا جزيلا دكتور أمين المغاني أستاذ العلوم السياسية بالجامعة التونسية، والشكر موصول للدكتورة سهام باذي الوزيرة السابقة والناشطة السياسية، كنت معنا من باريس. هكذا نأتي إلى ختام حلقتنا، نلتقي إن شاء الله غدا بداية من الساعة 8:30 مساء بتوقيت تونس. تقرر أنه أولى أيام شهر رمضان الكريم يكون إن شاء الله يوم الخميس، إن شاء الله مبارك على الأمة الإسلامية جمعاء، ومنتظر أنه في شهر رمضان بداية بعد غد يعني الخميس إن شاء الله أولين سنقوم بتأخير موعد بث حصاد 24 بساعة تقريبا 9:30 بتوقيت تونس، يعني بعد صلاة العشاء والتراويح. وصلي معكم في رمضان وفي لمتابعة التطورات السياسية والاقتصادية، للأسف التطورات وإن كانت أخبارها غير سارة للأسف الشديد. في أمان الله.